عشق العازف المصري عزمي مجدي للموسيقى منذ الصغر دفعه لدراسة الكمان في عمر 8 سنوات ليتخصص في ذلك بعدها ويبدع في جمع الموسيقى الشرقية والغربية معا. عزمي الذي يعزف على آلة الكمان بشكل فردي دون فرقة على الرغم من شهرته إلا أن مواقع التواصل تعد علامة فارقة في مشواره الفني. والكمان برفقة العازف المصري عزمي مجدي برفقتنا الآن في الاستوديو، وأكيد يعني أول شيء نطمع فيه إنه حابين نسمع أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. الكمان بأشكاله المختلفة بأحجامه المختلفة لازم يكون في علاقة راحة بينه وبين العازف. خبرنا عن علاقتك الشخصية مع الكمان. علاقة حب كده، كأنها صاحبتي. يعني فترة يعني على طول دايما بقول أنا متجوز الميوزك ومتجوز الفايولين بتاعتي تحديدا. حبيبتي طيب يعني أنت بتقدم نوع جميل فيه لمسة أحلى وأحلى، كل الناس بتحب تسمع، يعني خاصة فئة الشباب مطلع على هذا النوع أكثر، إنه ما بين الشرقي والغربي المزج ما بينهم، بس كل واحد بطريقته الخاصة. إيه اللي بيميز موسيقى عزمي؟ اللي أنا عملته جديد إن أنا حبيت إن أنا متربي على الحاجات القديمة وأم كلثوم وعبد الحليم، بس دراستك كلها غربية. دراستي كلها غربي بالظبط، والهاوس ميوزك والاوروبيان ميوزك ده الجديد، فحبيت ان انا اعمل ميكس ما بين ده وده، ان انا اعمل الحاجات القديمه النغمه القديمه بتاعتنا بس مع ريميكس حاجات جديده بحيث ان هي الشباب تسمعها وترقص عليها كمان. حلو. بس دي انت سميع، يعني بتعتبر نفسك سميع لحد ما. طيب نسمع منك سميع. نسمع منك بس. حاجه زي اللي انت قلتها، خلط فيها القديم بالجديد، لانه القديم يا مروه شويه حساس بيزعله اذا غيرتي فيه او خلص هو مرسوم او متعود على شكل معين، بس اعتقد في الوقت الحالي الناس بتميل لكل جديد، يعني بتميل بالضبط. لتغيير شويه النغمات. طب نسمع منك وبعدين نرجع. حاجه صعبه مش فيروز تعودنا نسمعها. طيب هو ده اللي انا عامله في الف ليله، هي مع المخرج، ممكن نلعبها. حلو يلا. دي في كذا ريمكس هيتعمل ان شاء الله الفتره الجايه منها جديد. مش جاهزه دلوقتي، خلينا نلعب سولو في الاول. أوكي. طيب اسمع حاجه معينه على كيفك. عندك يعني ورينا حاجه كذا صعبه شويه، اغنيه تقليديه بس قدرت تجيبها. صعبه شويه، دي حاجات يعني ما فيش حاجه فكره ان هي صعبه على قد ما هي التوزيع نفسه هو اللي بيعملها، بيعمل التكنيك بتاعها ان هو يبقى عالي. طيب احنا ممكن ندندن مع بعض حاجه زي ما اتفقنا. ندندن نسمع. حلو قوي، بلاش موضوع الغنى ده. الصعوبة أكتر إن تحسي الكلام صح. في الغنى ما هو دي الفكرة، يعني اللي السميع حيعرف اللي أنت عملته. بس أنت بتميل لأم كلثوم والأغاني القديمة والمقطوعات الحديثة اللي فيها رنة مختلفة، يعني عمرو دياب الحديث منه. أوكي، هو عامة بحب أسمع كل حاجة، هو ده الصح، حتى المهرجانات كل حاجة لازم تتسمع. ممكن تشتغل معاهم يعني كل حاجه بتتعمل مختلف. المهم هم يعملوا مختلف. انه مختلف عن اللي هو بيعمله تماما. ممكن وفكرت يعني ممكن حتى نلعب حاجه. طب هي الف ليله، الف ليله صارت جاهزه، فايش رايك نسمع وندخل معاك على طول نكمل عليها؟ نعمل الف ليله دلوقتي. بس حتدخل هي وحنكمل احنا. أوكي. عليها نسمع. Thank you.
من A to Z. وين تشوف نفسك انك انت تشتغل الموسيقى بالكامل؟ A to Z ده اسم الشركة بتاعتي بقى. لا تتعلم ان شاء الله. تخاطر. سوري اكيد تاني السؤال. لا. راح على A to Z. انت بصراحة يعطيك العافية. من A to Z وين حتشتغل الموسيقى كاملة؟ شايف نفسك فين بالمستقبل؟ اوكي انا عملت البند بتاعي في مصر اللي هو الفايولين هي السولو هي اللي بتغني كل حاجة بتوزيعات جديدة بتوزيعاتي وكده. في المستقبل يعني اتمنى ان العالم كله الكره الارضيه كلها تعرف تسمع مزيكتي والاوريجينلز اللي انا داخل عليها الالحان الخاصه وكده. ده الهدف يعني ان شاء الله. فيديو كليب وان شاء الله في فيديوهات في كذا فيديو كليب هيتعمل هنا سريعا. الكمان اللي انت بتعزف عليه قلت لي انت مصنع واحد خاص فيك. اوريدي انا بصنع كمان جات هاند ميد الكتريك. مختلفه في ايه؟ الاختلاف فيها في الصوت وهو التارجت كان ان انا اعملها وابيع وكده بحيث ان هي صوتها احلى كتير قوي من انواع تانية. وفي الانواع اللي هي صوتها كويس غاليه جدا فانا كنت بحاول الناس العاديه يعني تقدر يقدروا يشتروها. طيب عزمي حنختم معاك. نهارنا سعيد مع فيروز وشكرا لحضورك معنا. ولاي متابعه ممكن تشوفوا صفحته على الصفحه عزمي مجدي عزمي. وبالمناسبه برضو في النيو يير حفله هنا في حدوته مصريه. طيب خلينا نسمع بسرعه عشان الوقت هيخلص ونختم على حلقتنا. شكرا على وجودك والى اللقاء. عندك